تقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة. 80 يورو تسميها أنت مساعدة؟ والله ما تحشم أنت، والله ما تحشم. 80 أورو في الشهر لبعض الأسر، بعض تسميها مساعدة؟ 1000 درهم، 100 أورو مثلا في الشهر تسميها أنت مساعدة؟ الناس تعال تطلب وجاي تخطب فيهم في الليل، والله إني مات لعندي ما نعطيكم. حتى لو كان مثلا مات لعندك ما تعطيهم، ليش تخطب فيهم؟ ليش تقول لهم تيأسهم؟ تمك بلور عليهم ما ليش يتبلور في هذاك الخطاب، وقول لهم إن شاء الله لين نشوف. أرى عندي واحد الخزين، عندي واحد الميكا مخزونة ما عاملين فيها شي في ليست، يعطيكم منها شوية ديبان وإن شاء الله يلين تمرقوا من هاي الأزمة. تضحك على الشعب تقول له أنا ما عندي ما نعطيك، وانت البارح شاري قصر في الشانزليزي مع منير الماجدي ب80 مليون أورو. العجب العجب.